رحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الله تعالى يخليكي. وبركاته. بصي دكتورة، أنا اتفضلي يا متزوجة فندم. بقالي 3 سنين. افندم. أنا متزوجة من 3 سنين، ايوه. وقبل ما أتزوج أنا كنت ما كنتش منقبة، ولبست النقاب بعد الجواز. فأنا عندي إخوات جوزي، هم ياما وموجودين عندنا باستمرار بحكم إن إحنا قاعدين مع بعض. فهل يجوز إن أنا أقلع النقاب قدامهم؟ حاضر يا ست ماهر. وأنا لبسته يعني مش باب إن هو فرض، أنا لبسته من باب بس السترة، وإن أنا أبقى لابسة لبس واسع ومحترم. تمام يا ماهر، وهم حاضر. أكبر مني في السن، تمام، اللي هم الرجال يعني، اللي هم انك انت الرجال تقعدي اللي هم كاشفه خاصة وشك الرجال. أه قصادهم يعني. أه تمام، بحكم إن وزوجك هم موافق على قاعدين الامر كتير ده؟ وباستمرار. نعم وجوزك موافق؟ أنا كلمته بس هو قال لي إن أنا هاخد رأي الدين الأول. تمام. طبعا يا مي، زي ما انت عارفه، على راي الذي يقول بانه فرض لا يرى بجواز كشفك لوجهك. اللي شايف انه فرض وشايف ان الايات، ولو انه هو راي مش اكثريه، هو راي اقليه جدا، وراي ما هوش احنا ما عليه جماهير اهل العلم، بان النقاب فضيله وليس بفريضه، ما هوش فرض. الفرض هو اللباس الشرعي، وان المراه عليها انها تظهر وجهها وكفيها والقدمين عند بعض الفقهاء، ظاهر القدمين. فبالتالي الراي اللي بيشوف عند من قال بفرضيه النقاب فهو لا يجوز ان حضرتك تكشفي قدامهم. اما اذا كنت واخداه زي ما انت بتقولي، انا نيتي انه مش فرض، لكنني انا بزيد بالتستر لنفسي، فهذه فضيله حضرتك حباها او ميله اليها او بترتاحي اليها، ليس دينا وانما هي من باب مزيد من الستره. فان كان بهذا القصد فلا مانع انك انت تكشفي الوجه، لانه مذاهب او الجماهير اهل الفقه والعلم يرون بانه النقاب ليس بفريضة وإنما فضيلة، يعني حاجة الإنسان هو اختارها، أو أرادت المرأة أن هي تزيد نفسها من هذا التستر، فلا بأس، يا حر. أنت شئت أنك تختاري هذا الأمر فلك هذا الأمر على هذه الشاكلة، وإذا أنت واخداه بهذه النية فلا مانع أنك أنت تكشفي وجهك. لكن لو على الرأي القائل بفرضية النقاب، بالنسبة للحكم الخاص بهما بيشوف أنه ما ينفعش تكشفي وجهك، بس احنا بنقول لك الآراء من جهة الأمانة العلمية.